ديال القفطان المغربي. حنايا متشوقين باش نحضروا المصممات ونشوفوا لا كوليكسيون ديالهم جديده. وحنايا متشرفين بالحضور ديالنا هنايا، شحال ما تجمعنا مع الفنانه، شحال ما تلاقينا مع مصممات. دونك انا فرحانه بزاف. هي غادي يكون لعبه في الدور ديالي في الفيلم الجديد ديال سيدري صروخ، لعبه فيه دور ديال جهاد. هي واحد البنت اللي هي مختلفه كل اختلاف على نسرين اللي مثلت في سلامات ابو البنات. دونك جهاد هي واحد البيرسوناج اللي غادي نمثل فيه بوليسيه سيفيل، واللي غادي تكون عندها واحد الشخصيه قويه. وانا متشوقه باش الناس يشوفوا هاد البيرسوناج ويتعرفوا عليه اكثر. باوي حيت جدودنا داروا المسيره الخضراء وحنايا مفتخرين بهم، وفريمون هاد النهار حنا عزيز علينا بزاف وكيدخل في التاريخ ديالنا. دونك لا اون فيت في السوشيال ميديا سورتو ديال اليوم، السوشيال ميديا المواقع التواصل اللي كنعيشوها اليوم، صعيب باش نقول لك زعما كاين انا كنجاوب ولا بالعكس. انا كنمشي في الكونتوني ديالي على حساب لي فان ديالي، من حقهم يعطيو دي كريتيك كيف يقدروا يعطيو دي شوز بوزيتيف، وحنايا كنستقبلوا كاع سواء كان نيجاتيف ولا بوزيتيف، هو راه كيغير حنا من المسيره ديالنا. دونك بالعكس لي كريتيك ديال الناس حنايا كنستقبلوهم افيك بليزير. كنشارك اعمالي فنيه وحتى شخصيه، يعني شخصيه الا كانت فريمون غادي نقدر ننفع بها الناس نشارك معاهم شي حاجه شخصيه، ولكن الاعمال هي اللي كنعتمد عليها اكثر.